السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم بكل خير في ختام حلقات الشادي مع نجوم النسخة وأبطال النسخة اللي وصلوا للنهائي، ومع أخوي وحبيبي أرحب فيه الأستاذ الكبير الفنان كل شيء. الله يطول عمرك، الله يرحم والديك أبو سعيد، وحياك الله ويا مرحبا بالشباب وحياكم الله. الله يوفقنا وياكم اليوم، ختام إن شاء الله ختام طيب معكم، والله يوفقنا وياكم اليوم. اختلاف مراكز واختلاف النسب وجمع اليوم، ضرب وجمع وتقسيم اليوم، كل يجمع وكل يحاول انه يجهز تبريكات وتهنئات. الله يوفقنا وياكم، اللي انا متاكد منه انكم نجحتوا ووصلتوا، الله يوفقكم. نقول ابو سعيد شوف الابطال وشعورهم اليوم، الله يوفقكم. الله يحييكم مره ثانيه، وما وصلتوا هذه المرحله انتم قدها وقدود، وكل واحد منكم يستاهل الاول، هذه ما فيها اي جدال، ولكن الموضوع يحسم عند الجمهور، نعم، عند محبينكم، وفالكم التوفيق. انت شكل عندك معلومات خفيه ابو محمد، والله في رياضيات قسمه ضرب انا مالي فيها والله، انا ادبي. لا لا، الاقصد الاقصد اللي اقصده ان فيها يعني نسبه واضحه يعني للناس، واضحه حتى للمسابقين، اللي هي نسبه اللجنه ونسبه اليوم اللي راح تتضح معنا نسبة الجمهور، راح يكون فيها جمع. يعني ممكن اللي اليوم بياخذ الاول في تصويت المادي يختلف وياخذ الثالث، هل ممكن بسبب نسبة اللجنة بسبب ان كان نسبة تنازلة في الاخير؟ اي ممكن، اي نعم، ممكن اخذ 40 واحد ماخذ 49 وهو اعلى، لكن يختلف. قد قلت لك زين، مراهنين عليك، مراهنين عليك، خلاص اليوم انا مراهن على جبنا غيره، خلها كلهم عشان ما توقف كله. ايه مراهن، قال رجال قال لي كله، كل نبغى نتجمع كله نواح. الله يحييكم جميعا مرة ثانية، ابدا من اليمين. الله يحييك. الله يبقيك ابو سعيد. الاول منتهي موضوعه ولا تشوف الله يجيب الخير، فكني من الهدوء يا اخي، خلاص خربها اخر حلقة يا اخي والله. الله يجيب الخير.